أول بادي حطي نص كوب حليب سايل، بزار طبعا مخلوط ويا كل شيء، وخاشتي وقصغيرة وانيلا. الحين بحط له ذرة ملح شوي بس. هاي المطحون وشوية زعفران. صماطنا. ألو أمي. هلا ويش أمي، إيش حالك؟ الحمد لله أمي. ها بلاش تعبانة؟ لا أمي أفكر. يحافظ، إيش تفكرين؟ سعيد ريلي يباني أسوي له مرقوقة. وشو عاد المشكلة؟ أمي المرقوقة سهلة ما يبالها شيء. يبالك أمي دياية قطعيها وغسليها عدل، وعقبة تسلقينها، وتحتاجين كوب ونص طحين، وكوب ماء عشان تعينين، وملح، وبعد تبيلك بطاط وكوسة ويزر، وبتقصين كل المكعبات، وتبغين خاشوقتين بهارات عربية، وخاشوقة فلفل أسود، ووحدة كركم، ونص لتر ماء، وبصل وطماط، وبتقصصين كل قطع صغار، وتبيلك وياهن ثلاث خواشيق كبار صلصة طماط، وكزبرة وبقدونس وشبث. أول بادي بتحمرين البصل، عقب بتحطين فوقها الطماط وبتجلبينه لين يذبل الطماط مرة، عقب عاد حطين باقي الخضروات وتمي جلبيها، ورا ما تجلبينها نضيف الدياي والصلصة والبهارات، وعقب بتضيفين الماي وانتي تجلبينها، وبتعينين الطحين ويا الماي والملح، عقب بتحطين العين في المرق وبتمين تجلبينه لين ما ينضى. آخر شيء عاد بتحطين الكزبرة والبقدونس والشبث. هي ما شاء الله يعني سهل ما يبالي شيء. قلت لك تراني أمي أنتي وايد مشغولة. ها أمي ليش؟ أمي اليهال توهم جايين من المدرسة ولازم أدرسهم، ما شيء وقت. استغفر الله العظيم يا ربي، أنا شلي ساقني وخلاني أرد على التليفون، لو بكمل قراية أحسن لي، لا حول ولا قوة يا أمي.